السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله، الحمد لله ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه من إنعامه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعظم الله المنة على خلقه ببعثته وإرساله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وعترته وآله والسائرين على نهجه ومنواله. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فلا كرم أعلى من التقوى، ولا شرف يعدل الإسلام، ولا شفيع فوق التوبة، ولا لباس أجمل من العافية. طوبى لمن علم فكف، وعمل فجد، وخاف الحساب فأعد واستعد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المؤمنون، شرف العلم في شرف المعلوم، وأشرف العلوم وأجلها العلم بالله تعالى. الله هو المألوه المعبود، الرب المشكور المحمود، الملك المعظم المقدس، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام والألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء،
جل عن مثل ومثل ومثال، وتعالى عن حكم فكر وخيال. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. وفي الحديث: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. الله هو المستحق لصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، تألهه الخلائق تعظيما وخشوعا، تألهه الخلائق تعظيما وخشوعا وخوفا وخضوعا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحت لعظمته الأفلاك، وخرت لملكه الأملاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له نصلي ونسجد، وإليه نسعى ونحفد، وإياه نوحد ونعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تهفو له القلوب، وتسكن إليه النفوس، وتلتذ بمعرفته العقول، وتفتقر إليه المخلوقات بأسرها، كيف لا وهو منشئها وباريها ومعيدها ومبديها. تصمد إليه في رغائبها، وتلوذ به في مصائبها، وتفزع إليه عند نوائبها. وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. يحفظ سبحانه ما خلق، ويقي ما أوجد، يصون أولياءه من الوقوع في الذنوب والهلكات، ويرأف بهم في الحركات والسكنات. لطيف أحاط علمه بالسرائر والخفايا، عليم أدرك البواطن والخبايا، وكيل لا يتوكل إلا عليه، لا يتوكل إلا عليه، ولا تناط الآمال إلا به، ولا تلجأ الظهور إلا إليه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. جبار يجبر القلوب والأجساد بسد الخلة ومحو الزلة، وإفاضة الأجر والثواب على الكسير والفقير والمصاب. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. يدبر الأمر، يخلق ويرزق، ويأمر وينهى، ويميت ويحيي، ويقضي ويقضي وينفذ، ويقلب الليل والنهار. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. أحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وحلما. أيها الناس، الله يغني السائل ويكفي العائل، يبدأ النعمة قبل الاستحقاق، ويجود بالإحسان من غير استثابة. لا تحجب عنه دعوة، ولا تخيب لديه طلبة، ولا يضل عنده سعي. هو القريب في علوه، العلي في دنوه، إذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت له بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار، وصحة الأبدان، وسعة الأرزاق،
وفتح الأغلاق، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن لك من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل. هو الغياث لمن سدت مذاهبه، هو الدليل لمن ضاقت به الحيل، فتح لك باب المتاب وهداك لسبيل الاستعتاب، ولم يجعل بينه وبينك من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك. جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وعد سيئتك واحدة، وعد حسنتك عشرا. سبحانك يا الله، وإياك نستعين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن معرفة الله تعالى منار السائر وهدى الحائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. انتهى كلامه. إن العبد إذا علم ما لمولاه من صفات الكمال والجلال ودلائل العظمة والجمال وشواهد الإنعام والإفضال أحبه محبة عظيمة تفوق محبة النفس والأهل والولد، وتلك مرتبة عظمى ومنزلة كبرى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. ومن لوازم حب العبد لربه تعالى عبادته وحده لا شريك له، والإخلاص له، وفعل أوامره وترك زواجره، ومنها إدامة ذكره عز وجل، لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني. أخرجه البخاري ومسلم. هل بعد معرفة الإله زيادة إلا استدامة ما يديم رضاه؟ هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله النبي القرشي الهاشمي، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وعنا معهم بمنك وكرمك يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم سدد جندنا المرابطين في الحدود والثغور كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم رب بك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصدور.
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام